بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا محمد معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي وان شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن اصغر جزء في الماده الحيه طبعا هو اصغر جزء في الماده الحيه هو الخليه الخليه معقده جدا وراح نشرحها بالتفصيل في عده مقاطع يمكن تصل إلى خمسين إلى خمسة وخمسين مقطع فيديو وهذه المقدمة البسيطة عنها. الإنسان يتكون من عدد كبير جدا من الخلايا. حيث يقوم هذا الإنسان بعد النضج الجنسي بتكوين جماطيات. طبعا الجماطيات هو عبارة عن أمشاج وهذه الجماطيات تنقسم إلى قسمين أول قسم هو جماطية ذكرية وهو الحيوان المنوي ثاني قسم الجماطية الأنثوية وهي البويضة طبعا كلنا نعرف أنها علشان تجيب فرد في هذه الحياة تحتاج اتصال جنسي بين الذكر والانثى هذه طبعا في الحاله الطبيعيه تتحد مع بعضها بعضا لتكوين خليه واحده وهي الزيجوت بعد التلقيح وادخال الحيوان المنوي داخل البويضه طبعا يبدا في الانقسام لعديد من الخلايا تكوين لتكوين الفرد او الانسان واصلا التكوين الذي خلق اولا هو طبعا الانسان ما كان ما جاء من حمل او شيء مثل كذا يعني ادم عليه الصلاه والسلام على طول انخلق مره واحده ما جاء من حمل او اي شيء ثاني يعني ما له لا, لا اب ولا ام هو الانسان الوحيد يعني. ايضا يقول تبارك وتعالى في القران الكريم عن خلق الانسان واذا قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه الله سبحانه وتعالى قال للملائكه اني راح احط خلق او اخلق خلق معين يكون خليفة في الأرض في هذا الكوكب اللي احنا موجودين فيه وقوله سبحانه وتعالى في الآية الثانية اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو يوم تكلم عن لما تكلم مع آدم عليه الصلاة والسلام والشيطان الرجيم يوم عصى آدم عليه الصلاة والسلام وأكل من الثمرة المحرمة والشيطان عصى الله سبحانه وتعالى وتكبر الله سبحانه وتعالى أمر أن الجن الجني اللي هو الشيطان الأكبر وآدم عليه الصلاة والسلام ينزلون إلى الأرض ويكونون أعداء. طبعا هذا ما جاء بشأن خلق آدم وحواء من نفس واحدة وأسكنهم الجنة ثم هبطوا إلى الأرض مع إبليس. وبالتالي فالذي وجد وجد أولا هو الإنسان الكامل. فتمثل في صورة سيدنا آدم وأمنا حواء حيث كانوا أمشاج كونوا هذه الأمشاج بين اتصال جنسي واتحدت مع بعضها لتكوين الزيوجة التي تكلمنا عنها وهو اتصال بين تلقيح تلقيح البويضة كما ذكرنا سابقا هذه الزيوجة جلست تنقسم إلى أقسام كثيرة جدا أو راح نتكلم عن الأقسام في الفترة القادمة بس راح نتكلم عن جزء بسيط عنها اللي هو انقسمت الى خلايا وهذه الخلايا طبعا كلنا نعرف أنها في البداية خلايا جنينية من أصل البويضة وهي طبعا غير متميزة عن بعض الخلايا الثانية يعني ما فيها تمايز مثلا خلية عصبية أو خلية جلدية أو خلية كبدية هي خلايا عامة أو أسس الخلايا الأولى ثم تبدأ هذه الخلايا في التميز بتكوين الأنسجة المختلفة. من هذه الأنسجة تتكون الأعضاء الكبد والرئة والقلب وكل شيء طبعا داخل الجسم والعظام. وفي مجمل هذه الأعضاء يتكون الفرد أو الإنسان بشكل عام من هذه الخلايا لين يتطور و. يبدا انجاب الطفل طبعا هذه الخلايا تكون موجوده في الحبل السري اثناء الولاده فبعض العلوم الحين او الطب يحتفظ بهذه الخلايا الجنينيه اللي كانت على مستوى الجنين لكي يتم معالجه الشخص نفسه إذا احتاج في المستقبل يتم تجميد هذه الخلايا في قوارير هذه القوارير تحفظ الخلايا بشكل جيد تحت تقريبا أربعين تحت الصفر عشان يستخدمون الخلايا في وقت لاحق أتمنى أنكم استفدتوا بعض الأشياء البسيطة العامة عن الخلق المبسط الأول هو آدم عليه الصلاة والسلام وحواء وسالفة التلقيح والحيوان المنوي مع البويضة الأسس الأولى في الخلايا الجنينية أيضا تكلمنا عنها وإن شاء الله في هذا الدرس استفدتوا منه معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي وان شاء الله نشوفكم في درس جديد